تحيه تقدير للسيد توماس توخيل. في القناه دي انا بحب اشطب لمدربين كتير، ولا بحب ان انا اعظم وافخم في مدربين كتير، بس توماس توخيل هو المدرب الوحيد اللي بيجبرني ان انا احترمه جدا جدا جدا. ليه كده؟ راجل ما لعبش زياش النهارده، ايه اللي انت بتقوله ده؟ الفكره مش فكره لعب زياش او ما لعبش زياش، هو اتاخر ان هو يحط حكيم زياش النهارده، وكان في وقت من الاوقات مطلوب ان حكيم زياش ينزل وهي بعد 2-0 تحديدا، بس الراجل لما غلط فيها عادي. الراجل مستمر مع تيمو فيرنر النهارده برغم ان تيمو فيرنر ما يستحقش كل الفرص اللي بياخدها، دي برده حاجه عاديه بما ان تيمو فيرنر قدر انه يتحصل على ضربه جزاء ونوعا ما واحد من المؤثرين جوه الملعب، غير ان الراجل هو اللي بيعمل فرص لنفسه. يعني لو شلت تيمو فيرنر من الملعب وحطيت مكانه اوليفي جيرو، مش كل الفرص اللي بتيجي لفيرنر هيقدر جيرو ان هو يعملها لنفسه، لان اغلب الفرص اللي تيمو فيرنر بيصنعها كلاعب بيمتلك سرعات وكلاعب بيمتلك امكانيات لا يمتلكها اوليفي جيرو ولا يمتلكها اي لعيب في خط هجوم تشيلسي. اما حته اللمسه الاخيره دي فالراجل النهارده سجل بقى، مش ذنبه ان الكره طلعت اوفسايد والكره كمان طلعت هاند بول، الراجل هيعمل لك ايه؟ هيقطع ايده مثلا ولا هيروح لحكم الراي يضربه ويقول له ما ترفعش؟ تشيلسي عمل شوط اول عظيم. فكره ان انت لسه سيتي مش عارف ان هو يبني باصتين ثلاثه على بعض علشان خاطر يعمل بيهم هجمه، كانت حته حلوه قوي من نص ملعبك ان هم حاضرين ومركزين، وبالذات نجولو كانتي قبل خروجه، وكمان جورجينيو اللي احنا متفقين ان جورجينيو ونجولو كانتي او جورجينيو وكوفاتيتش لما بيكونوا فايقين ولما بيكونوا مركزين، انسى ان تشيلسي يعمل مباراه سيئه، وانسى ان تشيلسي يتم قطع كرات كتيره منه في نص ملعبه. اعرف ان تشيلسي وقتها هيقدم مباراه جيده. اصابه كانتي خوفتك شويه، نزل كوفاتيتش. معنى رجوع كوفاتيتش معناه انك انتظر حلويات، ابداع، كره جميله بتطلع من رجل كوفاتيتش واللي قدام ما بتطلعش زي كره نجولو كانتي. كانتي بيروح منطقه الجزاء كتير بس ما بيعرفش يتصرف عكس ماتيو كوفاتيتش، فده معناه انك خسرت كانتي بس رجعت كسبت ماتيو كوفاتيتش. ما اعرفش بالنسبه لك دي حاجه هتزعل ولا حاجه تفرح ان كانتي اتصاب كوفاتيتش رجع. لسه سيتي بقى الناحيه الثانيه عمل كل حاجه غلط، وبراندو روجرز النهارده عمل كل حاجه غلط. الفكره مش فكره انك تحط لي على الورق 3-4-2-1 زيك زي توماس توخيل في رسم تكتيكي ولا شكل فني، مش فكره انك تحط لي ماديسون وايوزي بريس تحت جيمي فاردي علشان خاطر نرجع نلعب ب 4-5-1 في الحاله الدفاعيه، لا الفكره مش كده خالص. الفكره فكره ان اللعيبه كانوا مرعوبين زيهم زي براندو روجرز. احنا نازلين الملعب ندور على نقطه واحده بس، هنأخر الهدف الاول اللي هيجي في مرمانا على قد ما نقدر بقى، ما نحاولش نستقبل هدف. طلعنا الشوط الاول 0-0، الشوط الثاني ننزل تشيلسي هو اللي محتاج الماتش، فتشيلسي هو اللي هاجم، احنا بقى نلعب مرتدات. حته المرتدات دي كنت بكلمك فيها الفيديو اللي فات بتاع نهائي كاس الاتحاد، حوالين توماس توخيل دور على حته ان هو يتفادى جيمي فاردي، فكان بيحط قدامه ريس جيمس في الثلاثي الموجود في الخط الخلفي جنب روديجر وجنب كمان جنب تياجو سيلفا. النهارده برده مكمل بنفس الثلاثيه. النهارده فكره ان انت تحاول ان انت تلعب مرتدات ناحيه ريس جيمس، لا ريس جيمس بيتصدى لكل كوره قدام جيمي فاردي لان الراجل عنده سرعات زيه زي جيمي فاردي. قدامه سيزر اسبريكويتا، الناحيه الثانيه وجود بن شيرويل عمل معاك اضافه جيده، لان بن شيرويل كورته الدفاعيه افضل بكتير جدا من كوره ماركوس الونسو الدفاعيه، والراجل هجوميا نوعا ما مقبول جدا جدا. وجود كريستيان بولوسيتش وجود موسم مونتو المستوى اللي كان افضل النهارده بكتير جدا مباراه النهائي كانت حاجه مثاليه. وجود الجمهور اللي عطى اللعيبه بتاعتك الحاجه اللي كانت ناقصاهم مباراه النهائي، وهي الثقه ان احنا محتاجين نكسب النهارده. احنا ما ينفعش نروح نلعب قدام مانشستر سيتي في النهائي بندور حوالين ان احنا لازم نكسب علشان نصعد دوري ابطال، لا احنا نخلص من الدوري بتاعنا مركز رابع علشان لما نروح نلعب نهائي قدام مانشستر سيتي احنا بنعمل تاريخ جديد لنا ان احنا عايزين ناخد دوري الابطال علشان عايزين نكون ابطال اوروبا، مش علشان لازم نلعب في دوري الابطال السنه الجايه وان احنا لو خسرنا هنكون خسرنا كل حاجه، خسرنا نهائي الرابطه وخسرنا كمان مركز رابع في الدوري، فلازم نكسب نهائي دوري الابطال. دي حاجه الجمهور كان فاهمها وتوماس توخيل كان فاهمها وقدر ان هو يزرعها في لعيبته، ان احنا لازم نخلص في مركز يؤهلنا دوري ابطال اوروبا من الدوري علشان ما نضغطش نفسنا اكتر في نهائي دوري الابطال. ودي حاجه اللعيبه كانت فاهماها، ودي حاجه كانت عايزه للعيبه روح وحماس غير طبيعي النهارده. تشيلسي الشوط الاول مضيع كتير، لعيبه ليستر سيتي مش عارفين يعدوا نص الملعب، واضح ان لعيبه ليستر سيتي ما كانوش حاضرين الشوط الاول. الشوط الاول ليستر سيتي طلع بيه بالصدفه وبالحظ 0-0، الشوط الثاني واضح تماما حوالين تشيلسي لسه مكمل، لسه عنده روح، لسه عنده عزيمه، لسه عنده كمان قدرات بدنيه لعيبته ان هم يعملوا مباراه سريعه جدا. تشيلسي بيقدر ان هو يسجل في اول 5 دقائق عن طريق روديجر من كره ثابته، وبعدها ب 10 دقائق بيقدر
بيقدر تيمو فيرنر يغلط فوفانا وياخد منه ضربة جزاء علشان خاطر جورجينيو يخدش يحطها بكل هدوء وبكل سلاسة. مش كنت بقى مع السيد توماس توخيل النهاردة انك منزلت زياش بعد ما بقت 2-0 لان انت كنت محتاج لعيب يمسك كرة علشان انت شايف ان براندو روجرز بدأ يخش في المباراة وبدأ يفكر انه ينزل ريكاردو بريرا ويطلع اربرايتون وكمان فكر انه ينزل ايناتشو ويطلع ماديسون، فمعناه انه بيدي رسائل لعيبته ان احنا هنهاجم. فانت كنت مفترض منك انك تدي رساله لعبتك ان احنا عايزين نحاول ان احنا نمسك الكوره على قد ما نقدر، فانا هنزل لكم حكيم زياش واريح موسم مونت بدل ما يتصاب. لا انت مغير مؤخر التغييرات جدا، فكرت ان انت هتغير بعد 85 ونزلته لفيجرو بعد ما كان خط دفاعك غلط ان هو يبني من تحت فايناتشو بيقدر ان هو يسجل هدف. وقتها كنت قاعد على بعضك خايف ان انت تلبس الهدف الثاني وتطلع متعادل بعد مباراه عظيمه واسطوريه انت مقدمها. بس يا صديقي كره القدم مش ظالمه اغلب الوقت، الكره اللي ضيعها يوزي بريز كانت بتقولك ان انت لازم تطلع كسبان النهارده علشان انت تستحق تطلع كسبان وتستحق ان انت يتم الاشاده بيك كتوماس توخيل، والناس ما تقعدش تركز على السلبيتين اللي انت عملتهم النهارده وهي تواجد تيمو فيرنر الاساسي وعدم الزج بحكيم زياش النهارده بعد الهدف الثاني. حاسس ان انا بطبل توماس توخيل زياده على اللزوم، بس الراجل بصراحه بيجبرني ان انا احترمه زياده على اللزوم في كل مباراه بيقدمها مع تشيلسي بالاداء العظيم جدا اللي اللعيبه بتقدمه والاداء التكتيكي المميز اللي هو بيقدمه مع فريقه. عزيزي لو الفيديو عجبك مش تخسر اي حاجه لو طبلت لي وعملت لي لايك او عملت سبسكرايب، ولو الفيديو ما عجبكش انزل اشتم في الكومنتات واعمل زي ما انت عايز تقول يا صديقي.